الصوت الوطن تضع في الوطن. الرئيس ياسر عرفات يعود إلى البلاد بعد جولة زار خلالها الجزائر وتونس والمغرب ومصر. والآن مع تفاصيل النشرة والزميل يوسف بشير. السيدة والسادة في كل مكان، السلام عليكم. السلام عليكم. One Palestinian citizen was killed and 18 others. Abbas described the Israeli withdrawal as an important and historic step. Gentlemen, good evening from the Gaza City PBC studios. السيد الرئيس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد التشريفات ويضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات. كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أدى السيد الرئيس محمود عباس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد التشريفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة بدايتها العناوين. السيد الرئيس يؤكد أن ضريح الشهيد عرفات سينقل للقدس في أقرب فرصة. السيد الرئيس يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة من تلفزيون فلسطين. نشرة أخبار السادسة البداية بالعناوين. السيد الرئيس خلال استقباله وزير خارجية بريطانيا يؤكد أن السلام لن يكون
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة سيدتي وسادتي. هذه نشرة التاسعة، نبدأها وإياكم بأبرز العناوين. السيد الرئيس يرحب بتصويت الأمم المتحدة. بكم أينما كنتم إلى